الشعر يعني تغيير العالم أو مشروع تغيير العالم، هذا مشروع لا ينتهي. أنا تأثرت بكثير من الشعراء ومنهم سعيد عقل، لكن بالأخير وقت تكتشف نفسك حقيقة، وقلما يكتشف الإنسان نفسه، تبدأ بمعرفة العالم وبتبدأ تخلق شيء مختلف، تعمل تفتح طريقك الخاص. إذا كان هناك شخص معاصر احترم الشعر العربي وقدره وقرأه من الألف إلى الياء وأصدر قراءته في 4 مجلدات عن الشعر العربي ديوان، فهو أنا أدونيس. لم يفعل ذلك أي شاعر عربي من جيلي أبدا. لكن أنا قلت إن السلطة دائما تفسد الثقافة وتفسد الشعر، والشعر العربي الذي ساد وتعلمنا في المدارس وتعلمنا في الجامعات ولا نزال نتعلمه حتى الآن، ليس الشعر الحقيقي الذي يمثل اللغة العربية. نهضة كانت نهضة استعادة. ما المشروع إذا استثنيت جبران؟ فجبران أهميته في موقفه، موقفه اللي رفض فيه العالم القديم وحاول يحمل عالم جديد. الشاعر ليس مجرد كتابة قصائد، مشروع فكري شامل. أدونيس لديه مشروع شعري خارج المشروعات الشعرية العربية المعروفة. مشان هيك كانت مجلة شعر، وهل مجلة شعر مأسسها يوسف الخال أم أدونيس؟ لا، يوسف الخال. شو كان دورك؟ وصدر العدد الأول يعني بيدي وبيديه، لكن لم أحب أن أضع اسمي. لكن هل هذه المجلة اللي عملت خضة بالعالم العربي وكنت فيها كانت بيروت أساساً تتلقى في أعتقد القصائد. مجلة شعر عملت يعني عملت فاصل بين ما قبل تماماً وما بعد. طيب ليه تطلقت منها؟ الإبداع في خلاف أيضاً. في خلافات. أنا كان وجهة نظري شيء ووجهة نظر الأصدقاء الآخرين شيء آخر. يعني صار في خلاف حول عقيدة معينة مش حول اللغة؟ حول آراء شعرية. حول الشعر، ما عن دور الشعر والشاعر انشققنا يعني على نوع من اللبنانية بين هلالين، أنه الانفصال بمعنى ما عن هالإيديولوجيات العربية. مين اللي حاول يعمل هالشيء؟ كانت 3، يوسف يؤنسي وشوقي أبو شقرة. يعني كان بدك تنقل مبادئ الحزب السوري القومي إلى مجلة. لم ندخل الحزب السوري القومي على الإطلاق. أنتوا كلكم كنتوا بالحزب؟ لا، ما كلنا أبدا. يعني أنسي مكان؟ لا، صديق كان. صديق. وأنا كنت تركت النشاط الحزبي أيضا. ما عندك عتب جواني إنه بلدك لم يتلقف الثقافة والشعر، هو بلد العاصمة الأمويين بالنهاية، أبى أن يستقبلكم وبيروت استقبلتك؟ بالنسبة لي أنا عاصمتي الثقافية كانت دائما بيروت. يوسف الخال، مع إنه يوسف كان مشروعه كتير مقرب مسيحي، خلينا نقولها مثل ما هي، وحتى قصائده وحتى الشخصيات الرمزية التي رمز إليها كانت بالنهاية، وإبراهيم وكلهم كان عنده طريقة لأنه يدخل من خلال مجلة شعر النفس المسيحي إلى الوطن العربي. أنت عكسه؟ لا، أنا امتدحته لأنه فعل ذلك، لأنه للمرة الأولى تدخل المسيحية كبعد شعري في اللغة العربية. لم يكتب شعرا دينيا يوسف الخال، وإنما حاول أن يفتح المسيحية كأفق، بوصفها أفقا ثقافيا وفنيا، وهذا شيء مهم جدا وجديد كليا. بأي حال جذوركما ضاربة في سوريا. لنترك السياسة جانبا، ما تستطيع أن تفهم سوريا بدون لبنان أو لبنان بدون سوريا بالمعنى الثقافي. الفكرة التي قام عليها لبنان قام بها شخص ولد في سوريا وهو مرمرون،
لماذا هذا الفصل؟ يعني لبنان كله ولد في سوريا. فإذا عم بتقلي لبنان ما عنده فكرة لبنانية؟ لا، يعني شو الفكرة اللبنانية؟ الفكرة اللبنانية إذا كان عنده فكرة لبنانية هي فكرة سورية، يعني مرمرون سوري، وسوريا تطالب بمرمرون. ما رح نرد لكم. لذلك قلت أنك لا تستطيع أن تكون لبنانيا، لكنك لا تستطيع إلا أن تكون لبنانيا، يعني بالحالين معا. هذه أزمتك. طيب وسوريا وين بقلبك؟ أنت من تركت، هل تركت سوريا هربا من سوريا أم جئت إلى بيروت لأن في بيروت مقصدك؟ أتيت إلى بيروت لأجل نفسي. طيب شو كنت عم تحاول تعمل لما تراسل الرئيس الأسد فإذا؟ يعني لم أجتمع في أي رئيس سوري على الإطلاق. يمكن الرئيس الوحيد اللي شفته هو شكري القواتلي. الرئيس الوحيد لما كنت طفل وألقيت القصيدة. خمس يعني. دقائق. نعم، كانت ذريعة تدخل إلى المدرسة. تماماً. مثل ما بتقول، تماماً. مثل ما بتخبر، لأنك ما كنت متعلم. تماماً. يعني بتذكرني بمحمد شكري بمكان. لا. بالمغرب. محمد. محمد بقي بدون تعلم. بقي بدون تعلم. بس كتب الرواية. تعلمت. أنا بدأت شك بحياتي في سوريا بدءاً من المدرسة. بدأ من الثانوي، بدأ من الجامعة، وبدأت أفكر بالإسلام والثقافة الإسلامية. شككت بأبيك؟ أليس هو من تتلمذ عليه قرآنا وإلقاءا وشعرا؟ يعني شككت بشكل غير مختلف، بشكل غير مباشر، أنه لم أتبع تراثه أبدا، لكن بقيت أحترمه احترام لا يقدر ولا يوصف. هل صرت أبا أبيك؟ أبا. هل تقدمت في العمر عليه؟ أنا أحيط بتمجيد لا أستطيع أن أصفه، لمجرد أنني أنا أنحدر منه. طيب هيك الفترة بلش يجي صوبك فكر أنطون سعادة؟ من المدرسة باللايك بطرطوس إجاني فكر أنطون سعادة، لأنه استيقظنا ذات يوم ورأينا الطلاب معنا مطرودين من المدرسة، فسألنا كيف، لماذا مطرودون؟ قيل لنا أنه قاموا بمظاهرة ضد الحامية الأخيرة الفرنسية في طرطوس. قلنا والله إذن سننتصر بهؤلاء الشباب. هؤلاء كانوا قوميين؟ ما لا نعرف. أعرف شيء أبدا. لا، لم نكن نعرف عنهم شيئا. كان عمري وقتها 13 سنة. بعد ذلك ذهبنا الأربع خمس شباب وقلنا بنروح على القوميين نشوفهم. وهناك دخلنا الحزب جماعيا ونضلنا بالمظاهرات وبال. كيف كانت مرحلة السجن؟ هل عذب أدونيس؟ أي نعم عذبت. تعرضت لتجربة تردد في الكتاب عنها احتراما لبعض الأشياء، سقط عذابات كثيرة من أنواع مختلفة. يعني أنا علاقتي بالحزب دائما كانت مضطربة، لأنه عمري ما انتظمت كانتظام. يعني مشان هيك تركت ورجعت. هلا انا تركت المؤسسه، لكن شخص انطون سعادي وافكاره لم اتركها ابدا. مفكر او زعيم انطون سعادي؟ عندي مفكر استضيء به. كان ساحرا. ساحر. وفي الوقت نفسه كان متواضعا جدا. لما اعدم احزنت قد ما بتحزن هلا على اعدامه؟ كنت فاهم الفكره منيح؟ لا، هلا بحزن اكثر. بحزن على البلاد وعلى البشر اللي قتلوا هيك شخص بشكل وحشي لا مثيل له في التاريخ. ممكن توصف لي اليوم الحزب القومي السوري القومي؟ أنا ابتعدت عن الحزب من سنة 60، ولذلك لا أعرف عنه شيئا من داخل أبدا. إنما اليوم أنا لا أرضى عن سياسته أبدا. يعني بالنسبة لي هو يعني بنظر له اليوم مثل ما بنظر لأي حزب آخر، لأنه في شيء أساسي. هالمثقفين، هالناس اللي عم بيقودوا هالعالم، إنه أن يبقى في لبنان العلاقة بيني وبينك على أساس طائفي. بدنا نعمل زواج مدني. حضرتك تزوجت زواج مدني من خالد السعيد؟ تقريبا. كيف يعني تقريبا؟ ما مش رحنا بس سجلنا اسمنا، ما رحنا لعند الشيخ يعني. بس السجل وثيقة الزواج هي وثيقة دينية أو مدنية؟ لا مش دينية، مدنية، لكن يعني بالمأمور النفوس هو اللي عملها وقتها. يعني حتى ما كان معنا فرنك، أبوها
للخليل هو اللي دفع المصاريف يعني. أنا بتذكر عادة بيروحوا لعند الشيخ. نعم. نحن ما رحنا لعند الشيخ. كيف؟ سجلناها مدنيا. ما يكون زواجك باطل استاذ دوني. بجوز ما بعرف. منك لاجئ بالأدبي، منك لاجئ شعري أدونيس إلى أي مكان؟ لا، لذلك أنا لا أحس أنه أنا بوجود الآن بفرنسا، لا أحس أنني أينما ذهبت فأنا من فيهم. هناك في مشكلات بس من نوع آخر، لكن هناك في مؤسسي فعالة باستمرار، بيروح اليساري وبيجي اليميني، لا تتغير المؤسسة. طيب ببيروت ما عندك نفس الحقوق؟ الحق في بيروت نوع من النضال حتى تكتسبه يعني. بدك يعني تنطل. تتجرح وتتدرج. بس عندك بيتك باليونسكو موجود، عندك أصدقائك، مقاهيك، أمكنتك. لهيك أدونيس بيحب يضل يقول إنه في خطأ تيهدم ويغير. فليش هالصورة عنك إنك هدام؟ أنا بدأت بالتفعيلي. نعم. كتبت قصائد الأولى استناداً إلى التفعيلي، لكن تفعيلي بتتغير، فيك تمزج التفعيلات ببعض. طبعاً بيكون في اللي بوجهك بيقولوا لك هذه منا قصيدة. قصيدة مصطلح. نعم. لماذا نستسلم لأسر المصطلح؟ لماذا؟ طيب وليه بدنا نسمي قصيدة؟ ليه ما منتبهها بأننا أدباء ناثرون؟ وقت بتقول أديب، رأساً الطابع الاجتماعي بيتغلب على الطابع الفني. أنا أكره كلمة أديب. هل المعارك التي خطبوها بمجلة شعر من خلال نشرة، وكل ما كان في حديث حول قصيدة النثر، قصيدة التفعيلة، اليوم ما عم نشوف بقى في خلاف؟ بهتانه خلصت؟ خلصت معركة أدونيس ومعركة مجلة شعر؟ لا، خلصت. الناس اليوم ما بقى عم تتناول أنها إشكالية، شو رأيك؟ لا، لا، لأنه الذين يكتبون شعراً، نعم، استقروا، اقتنعوا أنه فيهم يكتبوا شعر بشكل آخر مختلف عن الشكل الموروث، ولذلك يعني حلت المشكلة. هل لغتك تصعد وتهبط مثل جسدك في الحب؟ أنا أحاول ذلك. نعم. وأعتقد أنه الشعر في المقام الأول هو جسدي أكثر من أن يكون ذهنياً. الفلسفي والفكر التجريدي للذهن، أما الشعر، نعم، لغة الشعر فهي جسدية. كم تعطي مساحة لجسدك في قلمك، لحبك في قلمك؟ هل النساء، هل صورة المرأة حاضرة تيمة ترافقك؟ يعني أنا أنطلق من فكرة الأنوثة هي أساس العالم. هل خالد السعيد هي المرأة التي عليها عولت؟ نحن كنا صديقين قبل أن نكون زوجين، واستمرت هذه الصداقة، ولذلك علاقتنا توثقت أكثر، لم تنحصر في إطار الحب عادي تقليدي. مشان هيك انت انسان فرح، تعرفت عليك شفتك هيك عندك هالجزالة، عندك هالضحكة الابتسامة، لست من الشعراء الذين طبعا عندهم نزف او عندهم الرومانسية او هن الحب وجعهم. الحب عندي يعني جزء من ثقافتي وجزء من جسدي وجزء من حياتي. الحب ليس مسألة موجودة في مكان وأنا ذاهب إليها، أو موجودة في الحلم. الحب علاقة حية بين جسدين أيضا، مثل ما هي بين فكرين وبين. يعني لم تبكي كامرأة يوما؟ لا، ما بتبكي كرمال المرأة. لم تبكي. بتبكي على القصيدة، ما بتبكي كرمال المرأة. أنا قلما أبكي يعني بكائي الحقيقي هو نوع من العذاب الداخلي بلا دموع. هذا ما نقلته إلى ابنتيك، إلى أرواد، وإلى نينار؟ آمل ذلك. الابن هو ابن بالولادة،
بس بالثقافة وبالحياة وبالمخيلة وبالأحلام هنو بيخلقوا لحالهم ما يشاءون. عندي حديث مع أدونيس بس نينار نيالها أحاديث مع والدي أدونيس. من أين أتت الفكرة؟ نينار هي التي جعلت هذه الفكرة تراودك أم العكس؟ لا، نينار أرادت أن تكتشف أباها. ما استحيت من ولا سؤال؟ لا أبدا. أدونيس، ما شعرت أنك قدام يعني اعتبرت بنتك أمامك مثل كأنها امرأة أخرى مطلقة؟ تماما، لأنه أنا بالعكس اهتممت كثيرا بأسئلتها، لأنه برهنت أسئلتها أنه هي حرة من داخل، وهذا شيء مهم جدا. من 2000 لليوم أدونيس وين؟ بالطائرة، بالفضاء، بمؤتمرات بالخارج؟ لم يعد له مكان، هو مثل المغنين اللي بيتجولوا بالطرقات. أنا لا عمل عندي، لا عمل لتحصيل الخبز. نعم. عندي أبدا. نعم. ولا أرث أي أرث. صدر. نعم. أن المؤسسات المعرفية الجامعية تحبني. هاي المؤسسات المنيحة، الشركة عم تخبرني عنها من شوي، هيدي المؤسسات الناجحة التي تكتشف بأوروبا بالغرب؟ بالغرب، بالغرب، تكتشف القدرات و... نعم. ترجماتك لم تعد عليك بالفائدة؟ ترجمات الآن بدأت تعود، وعندي أنا مترجم لكل تقريبا لغات العالم الحية يعني آخر شيء هو في الصين الآن بعد أمريكا. أنا بالصين يعني الكتاب الأول اللي صدر 2009 في الصين طبع الآن 36 طبعة خلال من 2009 حتى الآن. ترجمة مثل القراءة خلق آخر. حتى واحد يترجم شاعر بده يكون فعلا هو شاعر، بده يكون خلاق في آن واحد. أنا بهالمرحلة هذه الصمت اللي ما نشرت فيها، رفضت النشر، كتبت مثلا سيرة حياتي شعريا وسميتها أدونيادا، أدونيس أدونيادا على وزن الإلياذة وكذا، وكتبتها شعرا وهي الآن انتهت بالترجمة الفرنسية، ويمكن أن أقرر إصدارها قريبا باللغة الفرنسية. هذه السيرة الشعرية بتميزها عن السيرة الذاتية كتير؟ أي السيرة الذاتية فيها تفاصيل أكثر، يعني بتحكي فيه عن أخصامك بالشعر؟ لا لا لا، ما في، أنا ما عندي أخصام، لا أعد أحدا خصما لي على الإطلاق، وإنما أنا خصم الأفكار. الشيء الثاني، قررت أني أرجع إحيي مهيار دمشقي. مهيار في انهيار وفي يعني طبعا اسم عجبني، مهيار عجبك، مهيار مثل ما عجبك أدونيس. أيوة حلو، بتركب الأسماء دائما. أنا بتمنى يكون ما أحكي باسمي الشخصي، نحكي باسم آخر. بعد ذلك سأنشر سيرتي الذاتية، لكن سيرتي الذاتية يعني جامعة ييل أنا وعدتهم أنه تطلع بالإنجليزي أولا. دايما الغرب كويس أكثر من البلاد العربية. خلاص، مطرود أنت أدونيس من جنة العرب. عندي أصدقاء عرب لا يضاهون، يعني أصدقاء عظماء وأحبهم، وأنا كل قوتي مستمد منهم. سيد أدونيس، نحن عم ننزل هلأ الدرج، تخاف النزول بالحياة؟ الحياة بتطلع وبترجع، بتبلش تنزل شوي شوي. الإنسان كائن متموج. نعم. صاعداً. نعم. هابطاً. نعم. والهبوط جزء من الصعود، والصعود جزء من أسألك من يتكئ على من؟ كلانا يعني أشعرني أتكئ عليك لأنك اسم الله بنظارتك. كلانا يتكئ على الآخر. وين مهدك، بدايتك وين نهايتك أدونيس؟ هلا مهدي هو حيث ولدت سوريا بالصبين، حيث مست قدماك للمرة الأولى الأرض، هناك مهدك. لكن المهد هو مجرد عبور. معك هلأ محبرتك، ومعك شعرك وكتبك وديوانك وشعرك وأبيضك وثلجك ونصاتك وقلبك الحلو، بدنا نشقعهم كلهم فوق بعضهم ونقول بدنا نرميهم بمكان على امتداد هذا الشط، وين بتحطهم؟ بيروت. آخرك في بيروت؟ بيروت.
انا هلا مسافر على باريس. انا مدينتي الحضاريه هي بيروت. بس كنت قايل ذات مره انك حابب ترجع تزور سوريا مطرح ما ولدت. رح زورها باستمرار وتضل معي، لكن ساموت بشكل اخر. المسيح نفسه الذي ولد في هذه الأرض عايش خارج أرضه أكثر مما هو عايش داخل أرضه. هل ينبت أدونيس من جديد في التراب ذات يوم؟ ينبت في القلوب. لماذا التراب؟ الإنسان أعظم من الإله؟ الإنسان خلق الآلهة منذ هو القديم. هو أوجدهم برأسه يعني باستعباده لألهم؟ خلقهم حتى يوجد نوع من السيطرة على العالم حتى يعرف كيف بيفسر العالم. يصير في مثال. والإله ألم يخلق الإنسان؟ هلا الأديان تقول إنه الخلق المستقل، إنه أخذ طين وجبله وخلقه. بس العلم مش أنا بيقول هذا، مجرد إيمان. كيفك والفن أدونيس؟ أنا يعني أتمنى أن يكون كل إنسان فنان. تغني؟ لا ما بتغني. مع الأسف لا أغني، لكن الصوت عظيم. يعني أنا أحب عندك فيروز. قرار بصوتك جميل. عندي فيروز أنا بحبها كثير. صوت مثل مزيج بين صوت الطبيعة بكل تنويعاته وتشكيلاته والآه العميقة التي لا تفسر التي يختزنها جسد الإنسان. بيبقى بالجسد مع الإنسان صوت فيروز؟ مع أنه هو كتير روحي. أول مرة حدا بيحكي عن الجسد. آه عميقة. تخرج من الجسد وليس من الروح. وتلحم بالجسد عند الإنسان؟ بتحسها فيك مكتنزة؟ أظن. ولست أنا وحدي يعني. لست وحدك، لكنك أنت أدونيس وحيد في هذا العالم بشعرك، بنقدك، بمعاركك، بانتصاراتك، وربما بانهزاماتك، ما بعرف. الجامعة الأنطونية تكرمك وتحفر اسمك في قلب قلبها، فماذا تقول؟ ما قلته يعني ما سمعته منك يعبر بالضبط عما في نفسي، وهو أنني سأبادلها بالمثل وأعلقها في ذاكرتي وأحفرها في قلبي. لما رحت على النهر وجبت أدونيس، جبت من دم وحبر، جبت معك عشتروت، وقعت عليها. حقيقة هي أخذت لي. أخذتك؟ هي أخذتني لعندها يعني. ولم أعود. أنا هنيك الآن. مثل ما عملت. أنا وياك ما نحكي. نعم. لكن أنا هنا.